فريق قوسي بهدفي سيف الساوي ونزار حامد ديكور موسى يعطي الصارع الحكم انطلاقه وتسديده جول الهدف الاول لمريخ قوسي من اللاعب محمد اسماعيل يقلص الفارق في الدقيقة 41 محمد اسماعيل يضع كرة في الشبكة ويخلص الفارق تصبح نتيجة المباراة تقدم الهلال بهدفين مقابل هدف حاول سيما المتميز ولكن الكرة كانت في اقصى الزاوية اليسرى من محمد اسماعيل في المرمى هدف 2-1 يبدو ان سنشهد اثارة كبيرة في هذه المباراة شوط اول فيه 3 اهداف 2 للهلال 1 للمريخ اتلعبت الان من كاريكا وولاء مودة كرة ملعوبة